قالت صحيفة نيويورك تايمز أنها حصلت على تسجيل صوتي يؤكد وقوف قطر وراء تفجيرات في ميناء تجاري بالصومال. من جهته ندد حزب وودجر الصومالي المعارض باستخدام قطر لإرهابي داعش وحركة الشباب المتطرفة لتحقيق مصالحها في الصومال، داعيا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. المزيد في سياق هذا التقرير. دليل جديد يثبت علاقة قطر بدعم الإرهاب، هذه المرة في الصومال البلد المنكوب بالإرهاب. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز كشف أن الدوحة كانت وراء تفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو بغية تعزيز مصالحها وإيجاد موطئ قدم لها في القرن الأفريقي. الصحيفة الأمريكية قالت إنها حصلت على تسجيل صوتي للسفير القطري حسن بن حمزة هاشم خلال مكالمة هاتفية مع رجل الأعمال المقرب من تميم خليفة المهندي، وقد أقر فيها بامتلاكهما معلومات عن الجهات التي خططت ونفذت تفجيرات في ميناء بوصاصو شهر مايو الماضي لدفع الشركات الإماراتية العاملة هناك على المغادرة. ونوهت نيويورك تايمز إلى أن السفير القطري لم ينفي التسجيل الصوتي أو يعرب عن استيائه لتنفيذ تلك التفجيرات، وكذلك لم يبدي أي امتعاض من إشراف قطريين عليها. وكانت تقارير أمنية أمريكية قد أكدت في وقت سابق أن قطر ضالعة في تمويل حركة الشباب الإرهابية في الصومال، ولعب ممولون للإرهاب يعيشون في الدوحة بحرية دورا محوريا في تمويل الحركة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بشكل مباشر وغير مباشر. وعلى رأس هؤلاء القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية إرهابيا بسبب علاقته الوثيقة بزعيم حركة الشباب الإرهابية وتحويله أموالا تقدر بمليون دولار في عام 2012 إلى قياديين في الحركة مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية.